باسمي السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 مارس 2023، أنصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا للأمن الجيش بالنيابة خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا لقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. هذه المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق أول أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية جملة من التعليمات والتوجيهات بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة. عقب ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.